اهلا وسهلا بكم، معاكم مصطفى غيث من شركه هوا جروب للتسويق الالكتروني وتصميم المواقع الالكترونيه. في ناس بتسالني سؤال، السؤال ده مهم جدا، تمام؟ بيقولوا لي احنا لما بندخل على الصفحه بتاعتنا اللي احنا عاملينها على الفيسبوك، لما بنكون حاطين بوست وعايزين نعمل له اعلان، بيكون في مكتوب تحت ترويج المنشور، تمام؟ فهل الافضل ان انا اضغط على ترويج المنشور واعمل الاعلان من جوه الصفحه، ولا بدخل من مدير الاعلانات عندي وبضغط على انشاء اعلان وبالتالي بدخل اعمله بالنظام الاحترافي اللي كلنا اتعودنا عليه، تمام؟ يعني في ناس بتقول ان ده افضل وناس بتقول ان ده افضل، وفي ناس بتقول لو عملت الاعلان من داخل الصفحة على الفيسبوك نفسه ودوست على ترويج منشور بالشكل ده عشان تعمل الاعلان بتاعك، تمام، ودخلت هنا عشان تعمل الاعلان، فبالتالي الاعلان بتاعك هيخسر. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، تمام. الاعلان جوه زي الاعلان من مدير الاعلانات بالظبط، في حالة لو انت عارف الاهتمام بتاعك اللي انت هتعمله، الاهتمام اللي هتحطه في الاستهداف التفصيلي. قال الاهتمام اللي انا اقصده اللي هو هنا، الاستهداف التفصيلي اللي هيكتب هنا، لو انت عارفه مظبوط يبقى هنا زي هنا، تمام. اي نعم، في حاجات بسيطة ممكن تتعدل من جوه الاعلان نفسه، مفيش مشكلة فيما بعد، لكن الاعلان تعمله من جوه زي ما بتعمله من هنا عادي جدا، بل العكس، هنا في ميزة وهنا في ميزة، تمام. الميزة اللي هنا ان كل اعدادات الاعلانات عندك مفتوحة، فبتعملها مرة واحدة وتخلص. هنا مش كل الاعدادات هتكون مفتوحة، تمام، هيكون في حاجات بسيطة مش موجودة، فبالتالي بعد ما بتعمل الاعلان وبتوافق عليه بتخش من مدير الاعلان على الاعلان بتاع على الاعلان بتاعك وبتبدا تعدل عليه، تمام. ده اللي انا اقصده، لكن غير كده مفيش مشاكل. هنا في ميزه انك انت بعد كده لما بتيجي تعمل حاجه اسمها انك تزود الرصيد بتاع الاعلانات بتاعك، او تمد الاعلان بتاعك بعد ما بينتهي تمده ويشتغل تاني مثلا يومين او ثلاثه وبتزود مبلغ معين، فبتضمن ان الاعلان بتاعك هيوصل لجماهير جديدة غير اللي اتبعت لهم الاعلان قبل كده، تمام. في مدير الاعلانات هنا الميزة دي مش موجودة، تمام، الا في حالة لو انت سايب الاعلان بتاعك شغال بشكل مستمر ما بتوقفوش، الاعلان بتاعك وقف بترجع تعمل الاعلان تنشطه هو احيانا بيوصل لنفس الناس اللي وصل لها الاعلان من قبل. فدايما هنا في مزايا مش موجودة هنا، وهنا في مزايا مش موجودة هنا، تمام. لكن لو انت عارف الاستهداف التفصيلي اللي انت هتحطه هنا ايه، تمام، فخلاص اعمل اعلانك من جوه عادي جدا والدنيا هتمشي معاك تمام. والاستهداف التفصيلي ده عشان تعرفه بتعرفه من خلال رؤية الجماهير. على فكرة لو هتعمل اعلانك على الفيسبوك من غير ما تستعين بهذه الاداة اعلانك هيفشل، تمام. يعني لو ما استخدمتش رؤية الجماهير في انك تعمل اعلان ممتاز عمر اعلانك ما هينجح. ولو ما عندكش فكرة عن ايه رؤية الجماهير اصلا اللي هتستند عليها عشان تعمل اعلانك على الفيسبوك، فلازم تدخل على اللينك اللي موجود تحت في الديسكريبشن، هتلاقي موجود محاضرة خاصة بطريقة انشاء اعلانك من خلال رؤية الجماهير دي، تمام، اتبعها كويس هتلاقي اعلانك مش مظبوط، تمام. ففي حين انت ما اتبعتش ده، فسواء عملت اعلانك هنا او عملت اعلانك هنا الاثنين هيكون اعلان فاشل، تمام. لكن لو انت عامل اهتمامك وكل حاجه مظبوطه هنا، يبقى الاعلان هنا هيبقى شغال كويس جدا، وهتلاقي هنا في مزايا مش موجوده في ده، وده هتلاقي في مزايا مش موجوده في ده. لكن طالما انت اهتماماتك عاملها هنا بشكل مظبوط، اعرف ان اعلانك سواء هنا او هنا هيمشي معاك كويس، تمام. لكن الميزه اللي هنا ايه قلتها لك، والمزايا اللي هنا ايه انا قلتها لك. فقبل كل ده تشوف الفيديو بتاع رؤيه الجماهير، هتلاقيه موجود تحت في الديسكريبشن، اتفرج عليه لانه فيديو مهم جدا. كان معاكم مصطفى غيث من شركه هوا جروب للتسويق الالكتروني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.